لا اريد ان نقطه اراها مهمه جدا هي عدم ترك الساحه للشارع. صحيح الشارع مهم ويعبر على شغلاته وعلى هو اللي دار هذا الحراك، ولكن مثلا شفنا استعمال القوه او العنف ضد بعض المسؤولين في رايي لا يليق. يعني احتج على المسؤول، رميه بالطوماطيش، رميه بالبيض، يعني دير شعارات، شتمه يا سيدي، ولكن مش بالعنف او حرق مؤسسات. وشفنا كثير من الوزراء يعني ولا مطاردين وينضربوا الى اخره. انا لست مع استعمال العنف، ولكن مع رفض استعمال او التعبير عن رفضنا لهذا الواقع بطرق اخرى.